تحوي بقى والله. وانا على التليفون. طيب ازيك علاء؟ يا نجم تخيل يا بيه محمد محمد صلاح وريت القناه كلها. الله يخليك يا جاي والله انت فيديو جايب اثنين ما شاء الله عليهم شخصيات جميله جدا. سيبك من الملعب، الملعب هم الناس ما شاء الله عليهم. لا وتتكلم في الملعب برضو عادي يعني، اتكلم في الملعب برضو. لا لا بره الكوره بس عايز منك شفت بره الكوره ايه؟ اثنين من اقرب الناس لقلبي احتراما وخفه دم وادب وكل حاجه حلوه في تشوف الناس دي بصراحه. وبعدين عشت عمر كبيره جدا، يمكن حشيش اكتر محمود شويه. محمد معايا من عندي 15 سنه، عشره كبيره جدا انا وحشيش وطاهر واسامه. محمود يمكن جاء يعني بعد كده، لكن الاثنين عايز اقول لك قضيت معاهم سنين طويله جدا يعني اكتر ما مع اخواتي فعلا. وفعلا فعلا انا بعتبرهم اخواتي بصراحه، حاجه جميله جدا. الواحد يعني انا مبسوط لان شفتهم الوقت على قناه الاهلي بجد هيدو بجد فرحت جدا وقلت اعمل مداخله امس عليهم طيب يعني كلاعيبه كوره، طيب كلاعيبه كوره ايه بقى اخبارنا يعني ده بره الملعب؟ انا قلت اثنين مالكوش حل بره الملعب. انت ما خدتش بالك عايز مترجم لان انا اتكلمت كده في الاول. ايوه عشان الحلقه لسه طويله يعني ممكن اغير الراي يعني. تاخد الكوره كل الكلام ده بتبني شياكه مش طبيعيه انتوا الاثنين بجد يعني. اوعى بقى. الله يكرمك يا كابتن علاء. لا مش انت امين هو حشيش ومحمود طارق. الله يخليك علاء. الله يكرمك. منور يا بيتو بجد وحلقه جميله جدا. يعني يا كابتن بتنور بيتك وبتنورنا فعلا باي مداخله واي يعني لقاء بنجريه معاك. وطبعا الكباتن اتكلموا يعني عليك وطبعا تستاهل كل الكلام اللي اتقال. الله يخليك يا بيتو. اهداف كانت جميله قوي قوي مؤثره جدا. بس ما عملتش بقى زي الكابتن مجدي بقى انا صاحب الهدف اللي بتاع الكاس والكلام ده كله. لا 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 ده هدف كاس عالم يا بيتو. سيبك ان انا كنت الحمد لله ليا الحظ ان انا اجيب الهدف الصعب اللي بتتفرج عليه ده. وما تسالنيش انا عملت كده ليه؟ لان انا ما فكرتش في الحاجه دي عشان انا كنت بقول لك محمد بيتكلم في حته حلوه قوي ان الهدف جه ثلاث لمسات بالظبط 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 فرصه ضايعه. شوبير خد الكوره لحمده برادي كابتن خالد جد الله ليا يعني بالظبط كده يعني هدف سريع جدا. انا بالظبط اول ما خالد لعب الكوره انا اول ما لمست الكوره انا فكرت في الحل اللي انت بتشوفه ده. انا ما فكرتش في حاجه ثانيه. واعتقد لو فكرت في حاجه ثانيه كانت ممكن الكوره دي تضيع لان الوقت خلاص. وكابتن عادل اللي لعب منها الله يرحمه يتصف جول عملاق وده الهدف ده في الوقت بدل الضايع كمان. ده اللي ملوش حل يا كابتن بقى يعني ده تشب بالشمال يعني كان زمان بقى الشمال. بالظبط يعني انا مستغرب. انا كنت بقول يعني انت كنت قاصد تعملها بالعرض يعني دي حقيقه. ده مين من الماتشات الحلوه قوي واللي عايز اقول لك كمان كان حشيش ومحمود هيكلموك على الماتش اللي قبل النهائي ده ماتش المقاولين يا شباب فاكرينه كويس هم الاثنين. لا ملحمه يعني هم كده هيكلموك هيجيبوا لك بقى المعاناه اللي احنا شفناها قبل الماتش ده. اكيد طبعا دي مباراه عمرنا كلنا يعني. عايز اقول لك ان الجيل اللي انت بتتفرج عليه ده يعني الناس كلها يعني جيل صنع حاجه للنادي الاهلي. اكيد وجيل محترم جدا وجيل جميل جدا وكلهم ناس محترمه جدا. اكيد وانا بقول لك يا ميدو للمره الثانيه انا فعلا انا بفرح حتى بشوف محمد ومحمود واسامه عراب والناس دي كلها شخصيات جميله. كابتن خالد جلال كمان من الناس اللي عزيزه جدا ليا كان بره الملعب او جوه الملعب. فمش عايز اطول عليك وعايز اتمتع بالحلقه الجميله دي وسعيد يا محمود اللي شفتك انت وحشيش ويعني بس. طب استنى لسه احنا واخدين ست دقايق، احنا مأجرين ست دقايق على فكره. انت عامل مده ثانيه وسايبين اللي طالع بره يا كابتن. اتفضل. مش عايز ازعل علاء بس اذكره بيها يعني. اتفضل. هو كانت مفاجاه ان علاء ما يسافرش الدوره الاولمبيه في لوس انجلوس مع المنتخب. دي حقيقه صح. كان لازم يروح. ازاي ومين كان انت وهو كمان انت وهو. لا مش عايز اتكلم عن لا لا انت وهو انا بتكلم يعني انت وهو. كان لازم يسافر. يعني كانت مفاجاه يعني. والله معلش يعني بس حظ النادي ان هو يبقى ونفوز بال اكيد اكيد. وزي ما قلت المرحوم الكابتن جوهري صنع اسمه على البطوله دي. صحيح صحيح. يعني كابتن علاء كنت متوقع تحرز اهداف في الماتش ده وكنت متوقع تجيب هدف التعادل وكان عندك امل ان انت ممكن ترجع المباراه تاني؟ لا بكل امانه لا يا ميدو لانك انت لو رجعت بسرعه كده قبل الهدف بتاعي المصري بضيعت هذا انفرادات طارق سليمان. وبعدين محمد قال الجيل بتاع الجيل نادي المصري ده لا جيل عظيم في تاريخ نادي المصري. اكيد انا قلت الاسماء حاجه تخض يعني. انا سامعك يا ميدو. حاجه ممتازه يا ميدو. احنا كنا اي فريق كان يروح نادي المصري يلعب هناك لو تعادل بالظبط نرجع مبسوط بالظبط بالظبط بالظبط. فلا حته انك ترجع في المباراه وبالهدف ده بالوقت ده بصراحه انا كنت متوقع. لكن هو سبحان الله
كان في اشارات كده ان الفرص اللي بتضيع سهله قوي من مصر، لا دي حاجه لكن الحاجه دي تحصل كده بالمنظر ده اعتقد صعب شويه. انا عايز اقول لك اللي عمله الجنين الاول والثاني ليا هو كابتن خالد جدال. اه فعلا يعني اللي عمله الجنين يعني الاول والثاني هو كابتن خالد جدال، وهو اللي جاب الثالث. هو اللي جاب الثالث، جول ثالث حلو قوي قوي بدايته خالص يعني. لو جبته من بدايته يا ميدو يا ريت، من اول ما شوبير شاط الكوره جول حلو قوي قوي بصراحه. ما انت لازم تيجي معانا بقى وهجيب لك كل حاجه كده واحده واحده. ده الجون الثالث من الاول اهو يا كابتن. ده من الاول خالص. انا فاكر الله بص يعني، وبعدين راحت لسمير فوزي عملها حلو قوي بصراحه. جميل. عملها حلو قوي. اللي بعد دي اللي حلوه كمان قوي قوي قوي. حاجه جميله حاجه جميله يعني، حاجه تفرح بصراحه كابتن علاء. الواحد بقى مبسوط قوي يعني لما بيشوف الناس دي. نفرح ومتلات ان شاء الله يا رب. ولقب نادي القرض اللي عمله الجيل ده ان شاء الله. اكيد اكيد. دي حقيقه يا احمد. كابتن علاء نورتنا وشرفتنا ومستنيينك بقى ان شاء الله. ربنا يخليك ومتابع حلقاتكم يا محمود. انت وحشيش. لا خليك يا ودايما منورين كده في الاستوديو. الله يخليك. وعايز اقول لكم ان انتوا الاثنين نجوم كبار جدا جوه الملعب، لكن هقولها كلمه الحقيقه فعلا مش هقولها، لكن انتوا فعلا كبار قوي. يا ميدو حلقه سعيده ان شاء الله. نورتنا يا كابتن وشرفتنا. ربنا يخليك يا رب. يعني عايزين كمان يا ميدو ما نغفلش بصراحه.